كابتن بلال هارد لاك زي ما قالوا الكباتن، توقيتات الاهداف كانت صعبه جدا علينا النهارده. لا الاول كابتن احنا بنشكر لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني على الاداء والروح القتاليه العاليه النهارده اللي كانت في المباراه. يعني الهزيمه متوقعه، خلينا عشان نبقى منصفين، ولكن الاداء كان جيد النهارده من وجهه نظري الشخصيه. انت تماسكت لحد دقيقه تقريبا 40 من الشوط الثاني، تماسكت وكنت في وقت من الاوقات يعني قريب انك تسجل الهدف الثاني. الاهلي من الدقيقه 1 للدقيقه 80 فرقه بتلعب عشان توصل لنهائي كاس العالم للانديه، وده حقيقي. يعني النهارده من الدقيقه 1 للدقيقه 80 بالظبط بتلعب على انك توصل لنهائي كاس العالم للانديه. طموح موجود عند اللعيبه، اداء وروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، شراسه في الملعب بشكل كبير. مدريد بيروح بفرص طبعا، وده طبيعي، خد بالك في كره القدم انت النهارده رحت بخمس ست فرص. انت نقطه التحول في المباراه كره قفشه، كره مجدي قفشه، الكره اللي اتلعبت بالعرض من حسين الشحات. نقطه التحول برضو في المباراه الثانيه والمهمه هو خروج حسين الشحات من المباراه. وارد اخطاء المدير الفني، وارد يبقى في اخطاء من المدير الفني، وارد يبقى في اخطاء من اللعيبه وانت بتلعب جيم كبير زي الجيم بتاع ريال مدريد، بس ما كانش وارد انك تفتح الجيم في اخر 10 دقائق كده، وده اللي خلانا زعلانين شويه. يعني احنا مبسوطين من الاداء الحقيقي، مبسوطين من روح قتاليه، مبسوطين ان النادي الاهلي اتحط قدام ريال مدريد. انت قاعد بتشجع عايزين نكسب، امتى هنجيب التعادل؟ امتى النادي الاهلي هيسجل؟ حسين الشحات ضيع وشريف ضيع مرتين وقفشه ضيع يعني وعبد القادر راح ويعني رحت بخمس ست فرص حلوين كان ممكن تسجل بيهم اهداف. ده معناه انك انت كنت متواجد في الماتش، معناه ان انت مش ما رحتش الماتش مش بعيد، لا انت كنت موجود في الماتش، كنت موجود وكان ممكن تسجل وكان ممكن تتعادل في وقت من الاوقات وكان ممكن تروح بالمباراه لحته ثانيه خالص. استغليت لما كانت ريال مدريد بيتعالى على الكوره، كنت بتستغل الحته دي بشكل جيد، كنت بتضغط بشكل كويس، كنت بتروح بشكل كويس. الاهلي النهارده عامل مباراه الحقيقه يعني من وجهه نظري الشخصيه اكثر ما رائعه. هو اتفق مع الكباتن، الهدفين الثالث والرابع يعني ملهمش لازمه، بوظوا الفرحه شويه.